السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نبدأ معكم فروض المرحلة الرابعة الدورة الثانية من الموسم الدراسي 2021-2022 بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي وبالضبط في مادة النشاط العلمي. إذا اليوم غادي نديروا النموذج رقم واحد من فروض النشاط العلمي المستوى الخامس المرحلة الرابعة. إذا كما عودتكم دائما في الفروض اللي كتلقاوها في قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، النشاط العلمي كندير معكم أربعة ديال الأنشطة، نشاط واحد باللغة الفرنسية وباقي الأنشطة كيكونوا باللغة العربية. إذا اليوم عندي النشاط الأول أون فرونسي وثلاثة ديال الأنشطة باللغة العربية. نبداو أولا بالنشاط الأول اللي هو أون فرونسي. جيكري أون فراز كوريكت أون أوتيليزون لي مو سويفون. دونك غادي نكتب واحد الجملة صحيحة باستعمال هاد الكلمات هادو. La fécondation اللي هي الإخصاب، سبرماتوزويد اللي هما الحيوانات المنوية أو الحيوان المنوي، أوفول اللي هي البويضة، لونيون اللي هي اتحاد، دان اي لو فيرب اتر او بريزون دو لانديكاتيف دان اي اي صافي. دونك اول حاجه غادي نبداو اول كلمه هي لا فيكونداسيون. داكوغ، لا فيكونداسيون هي اول كلمه، دونك غنبداو بها لا فيكونداسيون الاخصاب، لان كنعرفوا هنايا الاخصاب شنو هو. فيكونداسيون، لا فيكونداسيون هي ماذا؟ دابا خصنا لو فيرب. لا فيكونداسيون جوج هي هادي، لا فيكونداسيون اي شنو هي. لا فيكونداسيون، لا فيكونداسيون هي لونيون اللي هي الاتحاد، لونيون صافي، لونيون. دونك هادي 3. لونيون دو كوا؟ هي لونيون دان، الاتحاد ديال واحد سبرماتوزويد دان، دونك نختار واحدة من هادو، دونك 4، ثم هادي 5، دان سبرماتوزويد، سبرماتوزويد، ياك، اي، دونك ليليمون دو ليزان، 5 أو بيان 6، اي، دان، اي دان هادي، 7، اي 8، أوفول، اي دان أوفول. عاودو نقراوها. La fécondation est l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule. D'accord. Fécondation هي أو الإخصاب هو اتحاد حيوان منوي مع بويضة. ندوزو الآن للنشاط رقم 2، تابعوا معايا دائما. نشاط رقم 2 اللي عليه 4 ديال النقط، يعني نقطة لكل فراغ. عندي 4 ديال الفراغات هنايا، نقطة لكل فراغ. إذا أملأ الفراغات بما يلي: البويضات، أسدية، المئبر، تويجية. إذن غادي نعمرو بهاد البويضات، أسدية، مئبر، تويجية، هاد الفراغات هادو. تتكون الزهرة من مدقة و شي حاجة وأوراق كأسية و يحتوي المبيض. من ماذا يحتوي المبيض؟ يحتوي على شي حاجة ويحرر شي حاجة، حبات اللقاح عند النضج. إذن تتكون الزهرة من ماذا؟ من مدقة وأسدية. إذن كتكون من مدقة وأسدية، ما هي؟ وأسدية، حنا ضربنا الأسدية. إذا كتكون من مدقة وأسدية. إذا المدقة والأسدية هما عنصرين أساسيين في التوالد عند النباتات الزهرية صافي. وأوراق كأسية وأوراق تويجية. وتويجية صافي. إذا عندنا أوراق الكأسية اللي كتكون كتحيط بالكأس، وأوراق تويجية يعني بالتويج، نروالة تويجية. نعم، يحتوي المبيض على، إذا المبيض كيحتوي ماذا؟ كيحتوي على المئبر. المئبر، دونك المبيض كيحتوي على واحد المئبر، هو اللي كيحرر لنا حبات اللقاح صافي، كيحرر حبات اللقاح. اذا المبيض كيحتوي على المئبر ويحرر، هذا المبيض يحرر ماذا؟ يحرر البويضات. البويضات، يحرر البويضات حبات اللقاح، يحرر عند النضج. اذا عند النضج يتم تحرير حبات اللقاح. اذا عفوا عفوا، هنا عندي خطا، هنا خطا، هنا خطا. لاحظوا هنايا معايا، اذا يحتوي المبيض على ماذا؟ المبيض كيحتوي لنا على البويضات صافي، البويضات، المبيض كيحتوي لنا على البويضات. ويحرر ماذا؟ ويحرر المئبر، المئبر هو الذي يحرر، والمئبر يحرر حبات اللقاح عند النضج. اذا انتبهوا معايا، المبيض يحتوي على بويضات ويحرر المئبر حبات اللقاح عند النضج. اذا هنا كان عندي خطأ، انتبهوا معايا، لانه سبحان الله بعض المرات الانسان كيغلط وكيسهى صافي. انتبهوا معايا. اذا تتكون الزهره من مدقه واسديه واوراق كاسيه وتويجيه. يحتوي المبيض على البويضات، اذا دائما المبيض كيحتوي على البويضات، والمئبر يحرر حبات اللقاح عند النضج. ندوزو للنشاط رقم 3،
نشاط رقم ثلاثة هو كالتالي: ميز الأعضاء التناسلية الأنثوية من الذكرية. إذن غادي نميزو أعضاء ديال الجهاز التناسلي الذكري والأعضاء ديال الجهاز التناسلي الأنثوي. دي بالنسبة للحيوانات بطبيعة الحال الولودة. مزيان، إذن أعضاء تناسلية ذكرية، هنا عندي أعضاء تناسلية أنثوية، هنا عندي مبيض، خصية، قناة منوية، رحم، وقناة مبيضية. بالنسبة لأعضاء تناسلية ذكرية، عندنا خصية، نعم، الخصية هي من الأعضاء التناسلية الذكرية. قناة منوية، نعم، لأن عبرها يمر السائل المنوي. واش باقي لي هنايا شي عنصر ولا شي مكون ولا شي عضو تناسلي ذكري؟ لا، إذن هنا مبيض هي أو هو عضو تناسلي أنثوي. نفس الشيء بالنسبة للرحم ثم القناة المبيضية. إذن بالنسبة لأعضاء تناسلية ذكرية عندنا خصية، قناة منوية، أعضاء تناسلية أنثوية عندنا مبيض، رحم، وقناة مبيضية. صافي، ندوزو الآن إلى النشاط الرابع والأخير اللي فيه غادي نجاوبو بصحيح أو خطأ. إذن صحيح أو خطأ، انتبهوا معايا. إذن النشاط الرابع عليه جوج ديال النقط، أجب بصحيح أو خطأ. إذن غنجاوبو بصحيح أو خطأ. عندي أربعة ديال العبارات: التكاثر الخضري يزيد من سرعة انتشار النباتات. التكاثر الخضري كيزيد في سرعة انتشار النباتات. لا تلعب المدقة أي دور في توالد النباتات الزهرية. إذن المدقة ما عندها حتى دور في توالد النباتات الزهرية. يتحول مبيض الزهرة إلى ثمرة بعد الأبر. المبيض ديال الزهرة كيتحولنا إلى ثمرة بعد الأبر. تحول البويضة لبيضة لا يحتاج إلى حيوان منوي. إذن الحيوان المنوي ما عنده حتى دور في تحول بويضة إلى بيضة. إذن هنا هذه العبارات، هذه الإجابة غادي تكون إما بصحيح أو خطأ. سأكتب صحيح هنايا إذا كانت العبارة صحيحة، وسأكتب خطأ إذا كانت العبارة خاطئة. صافي، إذن العبارات عندي: العبارة الأولى، التكاثر الخضري يزيد من سرعة انتشار النباتات. نعم، إحنا كنعرفوا بأن التكاثر الخضري كيزيد في سرعة انتشار النباتات بحيث تنتشر بشكل كبير. إذن هي عبارة صحيحة، صحيح. العبارة الثانية، لا تلعب المدقة أي دور في توالد النباتات الزهرية. إذن هذه العبارة خاطئة، خطأ. نقول لكم علاش. لأنه المدقة والأسدية كما قلت لكم الفوق هي من الأعضاء التناسلية المهمة في توالد النباتات الزهرية، وبالتالي هنا هذه العبارة هذه خاطئة، لأنه المدقة تلعب دور مهم في توالد النباتات الزهرية. إذن العبارة صحيح، إذن العبارة هذه خطأ. يتحول مبيض الزهرة إلى ثمرة بعد الأبر. إذن بعد الأبر يتحول مبيض الزهرة إلى ثمرة. إذن المبيض كيكون بحال هكذا، يتحول إلى ثمرة. إذن إلى ثمرة. إذن نعم صحيح، إذن هذه عبارة صحيحة، لأنه بعد الأبر، إذن الأبر شنو هو؟ الأبر هو ذاك انتقال حبوب اللقاح من الأسدية نحو المبيض بحيث تلتقي بالبويضات ويحدث الإخصاب. إذن يتحول مبيض الزهرة إلى ثمرة، بعد ذلك يتحول المبيض إلى ثمرة. صافي، نعم. تحول البويضة لبيضة لا يحتاج إلى حيوان منوي. إذن هنا عبارة خاطئة، خطأ، لأنه إحنا عارفين بأنه لا بد من حيوان منوي لحدوث الإخصاب ولتحول البويضة إلى بيضة. إذن التكاثر الخضري يزيد من سرعة انتشار النباتات، صحيح. لا تلعب المدقة أي دور في توالد النباتات الزهرية، خطأ. يتحول مبيض الزهرة إلى ثمرة بعد الأبر، صحيح. تحول البويضة إلى بيضة أو لبيضة لا يحتاج إلى حيوان منوي، خطأ. وبهذا غادي نكون كملت هذا الفرض اللي كان كيخص مادة النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي المرحلة الرابعة من فروض المراقبة المستمرة الدورة الثانية موسم الدراسي 2021-2022. كنتمنى أنكم تزيدوا دعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقوا يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.